الإدمان هي تلك الكلمة التي تخيف الكثير من الأشخاص إن لم يكونوا كلهم، فهي تدل على تلك العادات أو السلوكيات التي قمنا بفعلها بشكل متتال لسبب أو بدون سبب، مما يتسبب بحدوث العديد من المشاكل في حياة الأشخاص إلى تلك اللحظة التي قد يستفيق الأشخاص فيها فيقوم بترك تلك العادة فجأة، فيتسبب بظهور بعض الأعراض والمشاكل النفسية. ما فلسفة تلك الأعراض؟ هذا ما سنناقشه مع دكتورنا وضيفنا في الاستوديو، لكن دعونا في البداية نتعرف على مفهوم الإدمان وأعراضه ب 120 ثانية. الإدمان يعني الاستسلام الجسدي والنفسي لعادة أو نشاط معين بحيث يصبح العيش متوقفا عليها عضويا ونفسيا ويصعب تركها. ويؤثر مفهوم الإدمان في عمل الجسم والدماغ ويترتب عليه أضرار ومشاكل تصيب العائلات في العلاقات الاجتماعية وأماكن العمل والدراسة. كما يقوم هذا المفهوم بشكل أساسي على مسارات الدماغ المتعلقة بالمكافأة والتعزيز والتي تتضمن الناقل العصبي المسؤول عن الشعور بالسعادة الدوبامين. فيما يقول بعض الأشخاص إلى أن لجوءهم إلى المخدرات أو المشروبات الكحولية جاءت وسيلة للهروب من الحزن والاكتئاب. ولكي نفهم تأثير الإدمان فإن ذلك المصطلح يعمل بشكل مباشر على الجهاز العصبي الذي يسيطر على كافة الأجهزة الداخلية للجسم مثل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وعمل القلب والدورة الدموية وأيضا المستقبلات الحسية والأنشطة الحركية. ويؤدي ذلك المصطلح أيضا إلى عدم قدرة الإنسان على القيام بالحركة بالشكل الطبيعي خاصة حركة الأطراف، فيصبح كثير الاهتزاز عند المشي لفقدانه التوازن العام في الحركة. إذن هناك العديد من التجارب والدراسات العلمية التي أجريت على العديد من المتعاطين والتي ثبت من خلالها تراجع مستوى الإدراك والتذكر، فيما يسبب إدمان المخدرات تدمير الجهاز المناعي وقتل خلاياه، وهو ما يرفع احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز أو حتى المعاناة من الأورام السرطانية. لكن ماذا لو أردت التوقف عن ذلك؟ الطب يقول بأن هنالك أعراض انسحابية قد يعاني منها الشخص والذي يحاول الامتناع عنها المادة المدمنة، وهي الفترة الأصعب التي يمر بها المريض. إذن نرحب معنا في الاستوديو دكتور عبد الله أبو عدس استشاري الطب النفسي للحديث حول هذه الأعراض الانسحابية وما هي تلك الأعراض. أهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير إسراء لك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. فكرة الإدمان هي فكرة يعني مرعبة بالنسبة لكثير من الأشخاص لما يترتب عليها من أمور، فبالتالي عملية الإقلاع هي ليست عملية سهلة، فبالتالي ماذا نعني بعملية الأعراض الانسحابية بعد حالة إدمان معينة؟ الأعراض الانسحابية بالإجمال العام إسراء هي مجموعة الأعراض المؤلمة الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تتأتى من التوقف المفاجئ أو تقليل جرعة المادة الموجودة التي يتعاطاها الإنسان أو كان يتعاطاها الإنسان على مدى فترة طويلة. طبعا لنقل أن الأعراض الانسحابية هي حالة من تكيف الدماغ على الواقع الجديد، يعني الدماغ في حال وجود مواد إدمانية هذا الدماغ الآن يقوم ببناء مسارات عصبية، هذه المسارات العصبية بعد خروج هذه المادة يحاول الدماغ إعادة تركيب المسارات الأصلية أو حتى بناء مسارات جديدة لكي يتكيف حقيقة مع الوضع القائم بكل الأحوال، فهي عبارة عن حالة تكيفية. طبعا إذا كان هناك إدمان جسدي ستكون هناك أعراض انسحابية جسدية، وإذا كان هناك إدمان نفسي ستكون هناك أعراض انسحابية مسلكية أو نفسية. من الأعراض الآن المشتركة تقريبا بين جميع المؤثرات العقلية، وعندما نتكلم عن المؤثر العقلي سيدتي نحن نتكلم عن المواد أو السلوك، فالإدمان بالمفهوم العام إما إدمان مادة معينة وهذا ما يسمى بالسبستنس أدكشن، أو إدمان سلوك معين وهذا ما يسمى بالبيهيفيرال أدكشن. لكن والمواد طبعا بالإجمال العام يمكن أن تكون مثبطات منشطات ومهلوسات. إذا لنعود الآن نوعا ما على الأعراض المشتركة السيكولوجية والجسدية التي تتأتى من الانسحاب، وهو كما قلنا التوقف المفاجئ عن هذه المادة. من الأعراض الجسمانية اضطرابات النوم، اضطرابات الشهية على الطعام، وجود
اضطرابات في الجهاز الدوري تتمثل في خفقان القلب أو تباطؤ ضربات القلب، اضطرابات التوتر الشرياني بالإجمال العام، اضطرابات المعدة، اللعيان، التقيؤ، اضطرابات القولون، التعرق الشديد، الصداع، آلام الجسم، الخمول. وحقيقة الآن يرافق هذه المرحلة حالة من الرغبة في العودة إلى المادة الإدمانية كي يتخلص الإنسان ويداوي نفسه. نعم، للراحة. ومن ثم تكون الأعراض كذلك السايكولوجية التي تشمل بكل الأحوال سهولة الاستثارة، الغضب، العدوانية، اضطرابات المزاج، الاكتئاب، الرغبة في إيذاء الذات، الرغبة في العودة للمادة الإدمانية، وفي بعض الأوقات حقيقة مشاكل التركيز ومشاكل الإدراك بكل الأحوال. الآن دائما وابدا يرافق الان الاعراض الجسديه والاعراض السيكولوجيه حاله حقيقه من الانكار، يعني واحده من الميكانيزمات النفسيه التي نتعامل معها دائما وابدا الانكار. يقول الشخص اني غير مدمن وساعود للماده لكي اتجاوز الاعراض الانسحابيه، وهذا يدخلنا في الحلقه حقيقه حلقه مفرغة. الادمان نعم المستمره المتواصله بكل الاحوال. هل عاده بيكون هناك يعني اختلاق من الجسم لبعض العوارض؟ يعني بمعنى هل كلها اعراض فسيولوجيه حقيقيه او حتى اعراض يعني جسمانية؟ يعني بمعنى هل من الممكن الجسم أن يختلق أعراض معينة لإحساسه بخطورة الموضوع؟ نعم، تتفاعل الميكانيزمات الدفاعية قطعا، هي أعراض جسدية حقيقية، أعراض سيكولوجية، وأعراض الآن تكيفية. وبالتالي عندما نتكلم عن تكيفية نحن نتكلم عن الميكانيزمات النفسية حقيقة. وبالمناسبة الأعراض الانسحابية كمفهوم علمي هي الفترة الزمنية التي يحتاجها الدماغ وباقي الأعضاء للعودة إلى الوظائف الطبيعية، وهذه تختلف من مادة إلى أخرى وتختلف حسب خصائص الفرد. إذا نظرنا الآن نوعا ما حقيقة إلى العوامل التي تؤثر بالأعراض الانسحابية، شدتها أو عدم وجود أعراض شديدة وحتى ماهيتها، ننظر إلى أن العوامل الجينية، العمر، الوزن، الجنس، الحالة الصحية العامة، المادة نفسها كنوع، والكمية المادة ومدة تعاطيها كلها بالإجمال العام تؤثر حقيقة على نوعية وشدة كذلك الأعراض الانسحابية بالمفهوم العام. يعني أنا هذا السؤال تحديدا، يعني دكتور هناك أكيد هناك أنواع المخدرات مختلفة ويتعاطى معها الجسم بشكل مختلف، وأيضا هناك شخصيات قابلة للإدمان بصورة أكبر من شخصيات أخرى. يعني بتلاحظ أنه حتى الأشخاص على عادات معينة من السهول أو يبحث دائما عن عادة حتى يدمن عليها الإحساس بالراحة. فبالتالي كيف تختلف الأعراض الانسحابية حسب المواد؟ يعني حتى السكر، السكر قطع السكر أحيانا ممكن هناك أعراض انسحابية. صحيح. الدخان وغيرها من الأمور. صحيح. من الناحية النفسية والناحية الجسدية، يعني إذا تكلمنا الآن عن حقائق المادة أو خصائص المادة حقيقة يعتمد على تأثير المادة بكل الأحوال على الجهاز العصبي المركزي. لكن إذا تكلمنا عن الشخصيات نرى الآن حقيقة أن نوع الشخصية التي أهلت الإنسان حقيقة للدخول إلى الإدمان هذا يلعب دور، كذلك الظروف لنقل الوراثية، يعني الجينات حقيقة مسؤولة عن 50% من الصفات الظاهرية الموجودة عند الإنسان. وهناك الآن انتشار حقيقة لفلسفة الإدمان عند الأشخاص الذين أعانوا ذويهم من حالات من الإدمان بكل الأحوال. هناك العوامل البيئية التي تشمل الآن وجود الفئات الضاغطة أو المجموعات الضاغطة التي تدفع الفرد حقيقة بما فيها طبعا سهولة الوصول إلى المادة وسهولة وجود هذه المادة الآن، تداولها بالمفهوم العام. وهناك الآن حقيقة بعض العوامل كما قلنا النفسية التي لها علاقة بالحالة النفسية العامة، بعض الأمراض النفسية ممكن أن تهيئ الفرد حقيقة للإدمان. والإدمان هنا نتكلم ليس فقط عن المواد المؤثرات العقلية الغير قانونية، في بعض الأوقات تكون المواد المصروفة بوصفات طبية، لكن يلجأ الإنسان حقيقة إلى إساءة استخدامها طبعا لنقل تحفيز مادة الدوبامين التي تحفز بكل الأحوال نظام المكافأة الدماغي بطريقة أو بطريقة أخرى. فهو جينات نظام المكافأة الدماغي، شخصية الفرد، الظروف التي أدت إلى دخول الفرد حقيقة في عالم الإدمان، كلها ظروف الآن نوعا ما تفرق حقيقة على الشخصية وكيفية تعاطيها ومدى شدة الأعراض الانسحابية بكل الأحوال، سواء كان إدمان مادة أو إدمان مسلكي بكل الأحوال. العادات يعني أيضا اللي ممكن تدخل في حالة الإدمان، يعني هل هناك عادات سلوكية ممكن أن تدخل أيضا في حالة الإدمان؟ نحن نستطيع الكلام الآن عن إدمان المقامرة، نحن نستطيع الآن عن إدمان الجنس، إدمان الطعام، نتكلم كذلك الآن حقيقة عن إدمان بعض المسلكيات مثل الإنترنت أو الأجهزة اللوحية. وفي بريطانيا هناك الآن نوع من الإدمان مشخص كإدمان مسلكي لكن غير معرف في نظام الجمعية الأمريكية، وهو إدمان الحب. الحب إسراء هو إدمان.
حالة تحفز الآن حالة نظام الحب بغض النظر عن الأشخاص يعني حالة الحب الآن الرومانسي تحديدا هي عبارة عن حالة الآن من تعتبر من محفزات نظام المكافأة بالدماغ وبالتالي الحب الآن يساعد شو أعراضه هذا النوع من على الإفراز التعلق المفرط جدا الآن بالفرد الآخر وحقيقة الآن محاولة دائما وأبدا الوجود بجانب هذا الشخص الآخر محاولة الاستماع إلى آراء الشخص الآخر وبالتالي الآن يمكن أن تدفع الإنسان كذلك إلى ميكانيزم دفاعية وهي تقمص الشخص الآخر بكل الأحوال في بعض الأوقات يمكن أن يتطور ويصبح هوس الحب وبالتالي هنا تصبح حالة الآن باثولوجية بكل الأحوال الجمعية الأمريكية تعترف بإدمان المقامرة بكل الأحوال هو مشخص الآن حسب النظام الدولي لكن باقي الآن نوعا ما حقيقة المسلكيات هي تدخل ضمن فلسفة الإدمان كمصطلح وصفي بطريقة أو بطريقة أخرى هناك إدمان الطعام كما تفضلت إدمان الشوكليتس إدمان السكريات وما إلى ذلك من هذه المواد يمكن أن تسبب سلوك قهري هذا السلوك القهري يعتبر الآن حقيقة محفز لنظام المكافأة الدماغي الذي كما قلنا يرتاح عند إفراز مادة الدوبامين يعني طريقة العلاج دكتور هي طريقة سلوكية بالدرجة الأولى وأيضا هناك دور للأشخاص المحيطين بهذا الشخص فهمهم لفكرة أنه هو أيضا يمر بحالة من الإدمان يعني فكرة اعتراف مثلا يعني حتى الأم عندما تتعامل مع ابنها بسبب إدمانه مثلا على الإنترنت أو غيرها بتلاقي أنه هناك أيضا حالة من يعني زيادة الطين بلة زي ما بيقولوا يعني التعامل السيء مع الموضوع وإثارة أيضا هذا الشخص المدمن نعم. إلى أي مدى إدراك أنك تتعامل مع شخص مدمن هو سبب رئيسي في مساعدته على العلاج غاية في الأهمية وواحد من الأمور التي نتخذها في المقابلات التحفيزية هي ليس فقط للعميل كذلك للأسرة وللجهة الداعمة أو الجهة التي ترعى هذا الفرد إذا تكلمنا عن البرامج الآن حقيقة التعامل مع الأعراض الانسحابية نتكلم عن برنامج العلاج الجزئي أو ما يسمى بالديتوكس أو إزالة سمية المادة وبالمناسبة الأعراض الانسحابية حقيقة يمكن أن تكون أو يمكن أن تحدث هي تحدث من الساعة الأولى لكن يمكن أن تستمر حقيقة إلى 7 أو 8 أيام أو 14 يوم وبالإجمال العام نحن نتكلم عن 90 يوم حقيقة طبعا خلال هذه 90 يوم الأولى تكون نسبة الانتكاسة 85% بكل الأحوال إذن البرنامج العلاج الجزئي وهو الدوائي الذي في معظم الأوقات الذي نستهدف فيه تنظيف الجسم من هذه المادة حقيقة ومباشرة يرافق برنامج الآن حقيقة الدعم النفسي والعلاج النفسي وبرنامج العلاج الاجتماعي والوظيفي وبرنامج العلاج الديني بكل الأحوال وهذه تسمى بمرحلة الآن الرهاب أو إعادة التأهيل ومنع الانتكاسة يعني يهمنا كثيرا حقيقة في حالة الإدمان منع الانتكاسة وعدم الآن نوعا ما ارتداد الإنسان حقيقة إلى الانتكاسة مع أنها عالية في عالم حقيقة علاج المواد أو السلوكات الإدمانية إلى أن فهم الأسرة وتفاهم الأسرة لأنه هذا الشخص يعاني وعدم إسقاط الآن حقيقة لنقل اللوم وعدم إسقاط الآن يعني المنظومات الفكرية المثبطة أو التي حقيقة تؤثر الآن على فلسفة تقبل الشخص للبرنامج العلاجي هذا موضوع غاية في الأهمية أو حتى ونحن نستهدف الآن بكل أحوال الفكرة يعني أحيانا عندما يقرر الشخص أنه فعلا يحتاج إلى علاج هنا يمكن كمان نص المشكلة بتنحل ولكن بعض الأشخاص لا يقتنعون أنهم في حالة إدمان بسبب الكثير من الأشياء لأنه ليس فقط المخدرات هي حالة الإدمان نعم نحن نتكلم الآن وعن ما حقيقة عن كما قلنا ميكانيزمة الإنكار في معظم الأوقات ينكرون يقول لك أنا أستطيع التحكم في هذه المادة وأستطيع لأنقطع هذه المادة إذا نظرنا الآن إلى واحدة من تعريف الإدمان الآن إسراء واحدة من الأمور المهمة جدا أن الشخص حقيقة لا يرى أن هناك مشكلة والشخص يستمر الآن في التعاطي مع علمه بالنتائج الوخيمة الجسدية والنفسية والاجتماعية يحتاج الشخص إلى زيادة الجرعة بين الفترة والأخرى للحصول على نفس المفعول الذي كان يأخذ على الجرعة السابقة كذلك الآن هناك حالة أحيانا من الاندفاعية وكذلك ظهور الأعراض الانسحابية إذا تكلمنا الآن عن السمات المسلكية للإدمان فبالتالي الإنكار موجود حقيقة إقناع الفرد حقيقة في معظم الأوقات في المجتمعات العربية تحدث الآن عند وجود العوارض أو العواقب الآن الجسمانية والسيكولوجية والاجتماعية عند وجود العوارض وعند وجود اضطراب الآن في قدرة الفرد على إدارة ذاته والتعامل مع الآخرين وفي بعض الأوقات عند وجود العواقب القانونية يعني في بعض الأوقات يحول الفرد القضائية نعم هي عبارة عن محاولة لكن مفهوم العلاج هو ليس فقط مفهوم طبي هو مفهوم طبي اجتماعي حكومي أهلي يعني يجب أن تتكاتف المنظومة كلها حقيقة لإخراج الفرد من عالم الإدمانيات وإعادة تأهيله ليكون فرد قادر على العطاء بكل الأحوال نحن نتكلم الآن عن الإدمان نقول حقيقة أن 3 و5 إلى 5 و7 من سكان العالم
يتقاطعون مع مواد أو مؤثرات عقلية، 10 إلى 15% منهم مدمنين. وبالتالي عندما نتكلم مثلا عن إقليم شرق المتوسط، نحن نتكلم إسراء عن 3500 حالة لكل 100,000، وبالتالي نتكلم حقيقة عن أرقام نسبة مرتفعة. نعم، أرقام يجب علينا حقيقة أن نضعها تحت المجهر السايكو اجتماعي ونتكاتف كمجموعة داعمة كمجتمع ككل. من الأشخاص اللي ضلوا يعني، ما هو المشكلة؟ فكرة الإدمان أصبحت حتى مقبولة اجتماعيا في بعض طبعًا الأمور طبعًا. ويمكن هذا ما يعني يجعل الموضوع أصاب. أكثر نعم. صعوبة طبعًا. شكرا دكتور عبد الله أبو عدس استشاري الطب النفسي، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا.